اللهم يا رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، سيما أصحاب السقيفة الذين آذوا الزهراء الشريفة، وسيما أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم عليهم لعائن الله. السلام عليكم مجددا أيها السادة المشاهدين في كل مكان في داخل العراق وفي خارج العراق، ومعكم من جديد حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ميكروفون العراق، وهذه الحلقات الاستثنائية لهذا الشهر الفضيل، المسابقات الرمضانية. نعم، ومعكم محدثكم الحاج أبو رائد الخفاجي وأخي وعزيزي الحاج أبو رضا الساعدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدام المتواصل على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إلهي آمين. أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم داخل العراق وخارج العراق وفي كل دول العالم، وليس فقط للعراقيين وإنما لكل رافضي ينتمي إلى هذا النهج الرافضي الحقيقي. نقول له أهلا وسهلا بكم، واتصالاتكم موجودة إن شاء الله، وأرقام الهواتف راح تظهر بعد قليل على الشاشة، وإن شاء الله نحاول بهذا الشهر الكريم أن نقدم فتشي يليق بالرافضة الأحرار جزاهم الله خير الجزاء. وإحنا إن شاء الله مستعدين حجينا، لو عندكم كلمة تضيفون سلمكم الله حجينا. صدر. إحنا قبل أن نأخذ الاتصالات، طبعا متعودين إخواننا وأخواتنا الرافضة في كل مكان متابعينا لهذا البرنامج، نعم يتصلون قبل لا نبدأ بالبرنامج، وإن شاء الله يتحملون إذا يبقون دقيقتين وأنا على الخط. ولكن بما أنه ميكروفون العراق يا حاج أبو رضا، نعم، يعني أو يتبنى كل ما يجري في العراق من سلبيات لمحاربتها وللإيجابيات للحث عليها ولشد الأيادي عليها والحقيقة لتقديمها إلى الأمام لكل إيجابية. ولكن حجي مثل ما تفضلت ولاحظت أنت طبعا على كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أغلب الفضائيات عرضوا حقيقة بصراحة ظاهرة جديدة وليست بجديدة، ولكن زايدت وتفاقمت هذه الأيام، ألا وهي سرقة المنهولات أو أغطية البالوعات أو أغطية حقيقة المجاري. هذه الأغطية تسرق من أصحاب السكوتات وأصحاب السيارات، ما أعرف بصراحة، وتقصير من الحكومة في ملاحقة هؤلاء اللعناء بصراحة، لأنه اللعناء تجب عليهم اللعنة، لأنه البارحة يا حاج مثل ما شاهدت في مدينتك في مدينة البصرة، نعم، ثلاثة قتلى، ثلاثة شهداء راحوا ضحايا في هذا الشهر الفضيل. شاب بعمر الورد يجي يوقع بالبلوعة المكشوفة بنص الشارع، وبصراحة يجي صاحبه أو ما يعرف الرجل الثاني كما يقولون، يجي تاخذ الغيرة، والعراقي أبو الغيرة، بس دولة مو عراقيين اللي يسرقوهن، لأن لا عنده غيرة ولا ذمة ولا ضمير ولا دين عنده، يجي يسرق. هذا بصراحة عجيب، شلون هاي نفس دينية نفس دنيئة اللي دنت على هاي المنهولات أو أغطية البالوعات. نعم
يجي ينزل ينقذ ويموت ويغرق ويا الثاني، ويجي الثالث حتى ينقذها الاثنين أو يغرقون يموتون. وقبل أسبوع كانوا في الديوانية أيضا أحد أصحاب الشيم والغيرة، ضابط كبير يمكن كان رائد لو مقدم، هم أطفال اثنين راد ينقذهم نزل يستخرجهم وإذا غرق وياهم. يعني هاي مآسي. احنا بصراحة نعم عندنا برنامج المسابقات الرمضانية ونستفاد عقائديا دينيا من كل المعلومات من كل شيء نستفاد، ولكن احنا نعني ونعتني بالشأن العراقي، وهذه من القضايا المهمة طبعا، هذه من جملة القضايا الفساد التي لا تعد ولا تحصى لهذه الحكومة الغير مباركة والغير شريفة. نعم مجددا نترحم على الشهداء، حقيقة شهداء لأنهم أصحاب غيرة، الثاني يريد ينقذ الأول، هذا عنده غيرة أكيد أكيد الله سبحانه وتعالى راح يأجره ويكتبه من الشهداء إن شاء الله، والثالث يريد ينقذ الأول والثاني، وهذا الضابط يريد ينقذ الأطفال، وجزاهم الله ألف خير ورحمة الله عليهم والصبر والسلوان إلى ذويهم. هي القضية ذاتي تنظر لها من منظار سياسي، أنه بصراحة العراق وكافة مدننا بالعراق هي معرضة إلى النهب والسلب. لا إله. ليش؟ لأنه ماكو رقيب ولاكو صرامة، ولهذا السبب قاعد تشوف يعني يوم عن يوم نكتشف أنه قاعد يتفننون بسرقة هذا الشعب المظلوم. يعني هذا أكيد وراهم جهة سياسية، لأنه ندري إحنا ما يصير شيء بالبلد إلا أكو جهة سياسية وراهم. مثلا تفجير اللي صار قبل يومين بمدينة الصدر، زين هذا من وراء من وراء وراء أكيد الحكومة والصدر وربعة، ماكو غيرها حجي. يعني تعال أن مدينة يعني ناس آمنين مدنيين ساكنين، تعال خلي بنصهم أكيد اسمها العتاد. صدقني حجينا مثل ما تتفضل، عفوا للمقاطعة، يعني أنا مثلتها بهوروشيما بصراحة، كأنه مضروبة نووي، يعني بيوت سكتت على عوائلها، يعني بما يعني سبحان الله. حج احنا صرنا بلد حارة كل من إيده إله، سبحان كل الله. واحد بكيفه يسوي، كل واحد يحاول يبتكر فتشيل السرقة هذا الشعب المظلوم. على العموم احنا اقداس عتاد حجينا بنص البيوت وبالحسينيات وبالجوامع، ما صاير هاي، وين حقوق فوضى الانسان؟ فوضى فوضى. اسم اكو حكومه يعني حجي اكو عندنا حكومه؟ لا حكومه ما عندنا احنا، بالعكس احنا الله سبحانه وتعالى واهل البيت ما ادري شلون نمشي هاي الدوله. يعني نعم بركات اهل البيت مثل ما تفضل. نرجع الى موضوعنا ومسابقاتنا الرمضانيه، طبعا هي هاي الامور تحز بالنفس لان احنا عراقيين وغيرتنا بصراحه تألم، فنعتذر من الاخوه اللي شوي اخرناهم على الخط، ولكن نحب ان نذكر الاخوه والساده المشاهدين انه اللي يحب يشترك ويانا في برنامجنا برنامج مسابقات رمضانيه من صوت العتره وقناه فدك، عليه اولا أن يدي التحية الرافضية وهي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ملعن أعداءهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. إن شاء الله بعد ما يؤدينا التحية نطرح عليه سؤال، حجي يطرح عليه سؤال، وإذا جاوب إن شاء الله يدخل في القرعة اللي تعودت عليها إن شاء الله كل نهاية حلقة نسحب لنا اسم. نعم من ويانا أخي المخرج؟ نعم فارس من محافظة البصرة، سلام عليكم فارس. أنا أخلي بكي علو لنا الصوت أخي المخرج. أخي المخرج عندنا فارس انقطع، عندنا سعاد علي من محافظة الناصرية، سلام عليكم سعاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك حجينا أبو رائد؟ حجينا أبو رضا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أختنا الكريمة، حياك الله. إن شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيكم على هذا التفاعل، شعب العراق ومع المشاكل اللي تصير. بس شكرا الحمد لله وشكر. هي هاي حكومتنا، أنا أتعجب على دول اللي ينتخبوهم. والله العظيم شلون ينتخبون هيك نماذج شعبانة. أي والله. نعم. أختنا سعاد أنتم من الناصرية، الناصرية مدينة العشائر الأصيلة، نعم ورافضة
ويرفضون كل ظلم وكل كل سلبيه. يعني مثل هؤلاء اللي يعتدون وبصراحه يسرقون هاي المنهولات او اغطيه البالوعات، يعني ذولا عشائرنا واهلنا وولدنا الزلم الخشنه، ما توقف لهم حكومه ماكو. والله غسلنا ايدينا من الحكومه ومن القوات والاجهزه الامنيه لملاحقه ومعاقبه هؤلاء. يعني اهلنا وناسنا واخواننا وولدنا بالشارع، ذولا ما يسكتون على كل ظلم. لا تنسى حجينا ابو رائد. نعم. حجينا ابو رائد، اغلب تقريبا مو كلهم، انا ما احكي عليك كلهم، بس اغلبهم تقريبا صاروا هم جرعاء اتباع كلنا. نعم. كل واحد ورا حزبه. مع الاسف. صحيح. مع الاسف والله، مع الاسف. ساكتين، كل واحد ساكت على حزبه وعلى ما حد يحكي. يا اهلي يحكي هسه، واذا حكي تصير مو خوش ادمي. لا نعم اله الا الله. لا صحيح. اله الا الله. نعم. لذلك احنا موجودين ان شاء الله وياكم. نعم. ما نخلي افواه ملجمه، يعني عندنا افواه مفتوحه بالحق. نعم. على كل باطل، كل باطل نرفضه ونتكلم عليه. نعم. الى ان حقيقه يحق الحق ونقضي. نعم. على كل باطل او نهلك. نعم. دونه ان شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وجميع ظلمت وقتلت آل بيت رسول الله والبترية أيضا وياهم. أحسنت. أحسنت يا أخو. جاهز للسؤال إن شاء الله؟ إن شاء الله. أخو سعاد، من هو الصحابي الجليل الذي امتد به العمر، عاشر رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى زمن الإمام الباقر عليه السلام وبلغه سلام جده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نعم جابر بن عبد الله الأنصار رضوان الله. نعم أحسنتي. نعم صحيح. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. دخلت ويانا بالقرعة وإن شاء الله تنتظر. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم. عندنا أخ عبد الله من كركوك. سلام عليكم عبد الله. امتد به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا يا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن عمر وعائشة وابا بكر وحفصة وعثمان ومعاوية وام الحكم. عافية عبد الله. عبد الله جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. عبد الله سؤالك كل سهل اليوم، انا اريدك تدخل بالقرعة حتى تحصل الجهاز حتى تقرا الكتب وتستفاد. عبد الله وين عائشة هسه؟ عائشة اي بالملأ. وين عائشة؟ أين عائشة وين؟ الآن في هذا سؤالك هذا. يعني مكانها وين؟ ليه؟ نعم. يعني باعتقاد الرافضة وين عائشة الآن؟ ها؟ احنا من نسوي احتفال ها؟ وين؟ لا لا عند الله سبحانه وتعالى وين مكانها؟ بالنار بالجهنم. اي لحد يقول اي مو إيه؟ شعارنا احنا عائشة في النار. إيه؟ نعم اي اي اجابة صحيحة. شكرا جزيلا لاتصالك يا اخ عبد الله. يقول بالملها هاي ويا طلحة كانت تروح. نعم عندنا اتصال من كركوك الى البصرة. ابو محمد سلام عليكم. ابو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل اللهم على وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. أحسنت يا أبو محمد. جاهز للسؤال؟ يا الله تفضل. أبو محمد من البصرة، عظم الله أجوركم. هذول الثلاثة اللي البارحة في البصرة رحمة الله. أربعة. نعم أربعة مو ثلاثة. الله أكبر. الله أكبر. صاروا أربعة. الله يرحمهم برحمته ويساعد أهلهم. لماذا يا أبو محمد أكمل حديث الإمام علي عليه السلام، حكمة قالها الإمام علي عليه السلام، أكمل هذه الحكمة، فإذا ماتوا انتبهوا. قبلها شنو أبو محمد؟
قال الإمام علي عليه السلام قبلها كلمتين ويكمل الحكمة يقول فإذا ما ماتوا انتبهوا. أبو محمد موجود لو القطع أخي المخرج. ابن آدم. نعم. إذا ابن آدم ابن آدم إذا ماتوا انتبهوا. إي بس شنو قال؟ شنو قال؟ أبو محمد الإمام انتبه يعني نايم، شنو قال الإمام عليه السلام؟ ماتوا انتبهوا نعم. نعم نسمعك أبو محمد، عندك جواب أخير؟ لا ما عندي. شكرا جزيلا لاتصالك يا أبو محمد. ومن البصرة للناصرية عندنا رباب، الأخت رباب علي من الناصرية، سلام عليكم أخت رباب. نعم ورحمة الله، شلونكم؟ حياكم الله. عليكم السلام أختنا رباب، سلمكم الله. سلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم العن أول ظالم محمد آل محمد وآخر تابع له، اللهم العن عمر وأبا بكر وعثمان وعائشة. نعم شلونكم؟ الله يحفظكم. الله يسلمكم. جاهزة للسؤال أخت رباب؟ أي عمو تفضلوا. يا عمو رباب، سمعت الحكمة للأمير أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول فراغ إذا ما ماتوا انتبهوا، شنو؟ أمو الناس نيام. أحسنتي، الإجابة صح يا أخونا أبو محمد من البصرة، الناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا، يعني هاي النومة على الظلام أو النوم من والتقصير بالأعمال والتقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من نموت راح ننتبه، فمن خلي ننتبه هسه قبل الموت. نعم شكرا، شكرا عمو. جزيلا يا عمو يا رباب. عندنا الأخت أم فدك الزهراء من كربلاء المقدسة، سلام عليكم أم فدك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مأجورين إن شاء الله وعظم الله أجوركم باستشهاد هذول الشباب من أهل البصرة، رحمة الله عليهم ورحمة الله والديك، جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم لعن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر ثم عائشة وحفصة وأم الحكم وهند آكلة الأكباد، لعنة الله عليهم، كل من آذى عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم يا أختنا أم فدك، جاهزة للسؤال إن شاء الله؟ إن شاء الله تفضلوا. أختنا أم فدك الزهراء سلام الله على الزهراء يقول ستة من الأئمة سجنوا عليهم السلام، ذكري أربعة منهم مع سجانيهم في أي عصر؟ طبعا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في يعني سجن السندي بن شاهق. من في أي عصر؟ في زمن هارون الملعون. هارون، نعم هكذا يذكر الإمام الكاظم عليه السلام في سجن هارون أو في عصر هارون اللا رشيد لعنة الله عليه. وبعد الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي في سجن منه؟ المتوكل عليه. أحسنتي، لعنة. المتوكل العباسي لعنة الله عليه. ثم الإمام الحسن العسكري أيضا كان يعني الإمام الحسن العسكري أيضا سجن، بأي سجن؟ في زمن المستنصر المنتصر بالله. لا الإمام العسكري في سجن معتصم المعتمد العباسي لعنة الله عليه. نعم والرابع منه الرابع كان هم ستة قلنا، الآن عددتي ثلاثة وطلبنا منك أربعة. أيضا الإمام الرضا عليه السلام يعني أكو فد مكان للسجن الإمام الرضا. لا في زمن أيضا هارون لا 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 أخوتنا. إذن هي جاوبت على ثلاثة حجينا.
يعني يا أختنا جاوبتي ثلاثة وأنت ما شاء الله يعني متفوقة ويمكن دارسة حوزة، ولكن ليعلم العالم هؤلاء أئمتنا، جاوبتي صح شكرا لك، هؤلاء أئمتنا، فلا ينتظر الشيعي احنا نرتاح، أئمتنا عذبوهم بالسجون بالسم والقتل بالاضطهاد، أئمتنا اللي نقتدي بيهم وهذا نهجهم، فإحنا على نهجهم. نعم حتى على عجالة أقولهن، أقول الأول الإمام الباقر عليه السلام وسجن اللعين هشام بن عبد الملك، نعم والإمام الصادق عليه السلام وسجن محمد ذو النفس الزكية واعتقله حتى يجبر للبيعة لخلافته في المدينة بزمن المنصور الدوانيقي، والإمام موسى بن جعفر ذكرتي، والإمام الجواد أيضا ما ذكرتي في سجن المعتصم، نعم والهادي عليه السلام ذكرتي في سجن المتوكل، والعسكري عليه السلام في سجن المعتمد. نعم هؤلاء ستة من الأئمة عذبوا في السجون سلام الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وسجانيهم. نعم حجي أحسنتم شكرا جزيلا. ومن كربلاء المقدسة إلى البصرة فاطمة الموسوي، سلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام. نعم فاطمة تفضلي. عمو فاطمة علوية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لعن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، اللهم لعنهم جميعا ظالمين محمد وآل محمد. إلهي آمين. جاهزة للسؤال؟ إيه نعم جاهزة للسؤال. نعم. يا عمو يا علوية فاطمة، ذكري اسم آخر للنجف الأشرف وهي تسمى أرض، أرض شنو؟ كلش سهل السؤال. عود السؤال عمو. ذكري اسما، اذكر اسما اخر للنجف الاشرف وهي تسمى بارض. يلا علوية فاطمة حبابة. الغري. ارض الغري. نعم اجابة صحيحة، دخلها حج العلوية فاطمة. جواب صحيح ودخلت ويانا بالقرعة. وعندنا اتصال من البصرة، نرجع الكربلة من الاخت مفضة من كربلاء المقدسة، سلام عليكم. سلام عليكم اختنا مفضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيها وأفكيها وابنتيها، اللهم لعنهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. أحسنتم إلهي آمين. جاهزين للسؤال أختنا مفضة؟ نعم بيبلي تفضل. إن شاء الله أختنا مفضل، البارحة كلفناكم تدعونا عند الإمام صاحب الزمان عند مقام المهدي في كربلاء عليه السلام، إن شاء الله دعيتونا. نعم السؤال يا أختنا مفضل، ما عدد الحقوق الموجودة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام؟ ويانا أخذنا. ألو العفو ماذا أسمعكم. طيب ما عدد الحقوق الموجودة في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام؟ 50 حق. إذن إجابة صحيحة، شكرا على الاتصال وعلى الإجابة وجزاكم الله ألف خير. سؤال صعب طبعا و... طبعا اللي مطلع حجينا أكثر المحامين أو أكثر اللي نعم عندهم مفضوا يالا يسلكون هذه الحقيقة هاي الأعمال خصوصا في قضية المحاماة أو القضاة يطلعون على نعم رسالة نعم. الإمام في الحقوق الإمام السجاد عليه السلام. نعم نرجع للبصرة من كربلاء إلى البصرة، معانا عفاف صلاح من البصرة، سلام عليكم عمو عفاف. رحمة الله وبركاته، اللهم لعن عائشة وعمر وعثمان وحفصة، اللهم لعنهم جميعا، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. جاهزين للسؤال؟ نعم تفضل. تفضل حج.
يا أخت عفاف يقول السؤال: من هو القائل لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا؟ علي عليه السلام. احنا نقول عليه السلام بس هو ما يقول. من يقول هالشكل؟ ممكن تعيد السؤال؟ من هو القائل الذي يقول لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا؟ من هذا؟ يعسو بالمؤمنين؟ لا، هو الأمير علي عليه السلام هو يعسو بالمؤمنين، نعم، ولكن واحد من المبغضين من اللعناء يقول لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا عليه السلام. من اللي قال هيجي؟ ما عرفتي. ما تعرفين؟ عندش الانترنت يمج رأسنا صدق، قلت تعرفين، راح تعرفين الإجابة الصحيحة من المتصلين آخر. إذا نداهم طلعت الجواب ممكن تتصلين بينا مرة ثانية. أبو سامر من بغداد، سلام عليكم أبو سامر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو سامر. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. بجاه محمد وآل محمد. أحسنتم. جاهز للسؤال أبو سامر؟ نعم نعم أبو رضا. تحياتنا لك شيخنا أبو رضا. الله يعزك، الله يحفظك، بارك الله بيك أبو سامر. أبو سامر، أبو سامر، السؤال سمعته اللي أعطيناه العفاف؟ لو ما سمعته؟ لا والله ما سمعته، أرجوك فالسؤال غير، أنا أول مرة اتصل أبو رضا حبيبي. لا إن شاء الله سهل. إذن راح نسمع الكيا وراح يكون سؤال محوري. السؤال المحوري كل متصل ينسئ كل متصل ينسئ هذا السؤال، إذا ما جاوبه يجاوب السؤال الوراء. يعني نعم. عندك مجال فرصتين، هسه راح نعطيك سؤال، اذا ما جاوبت عليه نعطيك سؤال ثاني. خير ان شاء الله. يلا جزاك الله خير. من هو القائل لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا؟ لا يكون الرجل سنيا. عيد بالله، عيد ابو راد. لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا. يعني اللي يبغض علي هذا يعني بالنار قبل يروح. يأدري من القائل؟ هو هذا يقول ما يكون سني الرجل إذا إلا يبغض علي. من اللي قال هالشكل؟ من القائل يعني؟ اي نعم. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. شلون أبو سامر على كيفك؟ العفو، يعني صيغة السؤال من القائل لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض عليا؟ حتى يبغض عليا واحد من الملاعين. واحد من اكو غير هم الملاعين هواية، بس على رأسهم عمر بن عمر. لا لا، عمر بن الخطاب. لا لا، اصلا ما كان اكو. لا لا، اصلا بزمنهم كلهم ذولا ما كان اكو سنة. نعم. اذا راح نعطيك غير سؤال اذا صعب عليك هذا السؤال. زين تفضل حجي. نعم، يقول السؤال يا أبو سامر: من هو الذي يدخل الجنة أولا؟ الذي يدخل الجنة أولا يعني أنا أدري اللي يغتاب الناس يدخل بالأخير. ما علينا، أولا من اللي يدخل؟ احنا بالاخير ما لنا علاقه السيارات، خلينا ندخل بالاخير مو مشكله، بس اولا من الذي يدخل؟ اللي يدخل ان شاء الله غير النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. لا، فشخص عندنا الامام علي. لا، المؤمنين غير واحد يدخل الجنه اولا. بس اشاره، انطيني اشاره يا ابو. اقول لك من الاشاره، بس اقول لك اشاره
يعني بعد مشكلة تصير. أول مرة يتصل. أول مرة تتصل. زين هي مرة مو رجال. يلا ما دام أول مرة متصل هي مرة مو رجال. فاطمة الزهراء عليها السلام. إيه لا عاد منو يقدر يتجاوزها يا عمي يا أبو سامي. إيه بالضبط يعني على راسي فاطمة الزهراء. سلام الله عليها. على بالها وعلى أبيها وعلى أولادها السلام. سلام الله. أحسنت يا أبو سامر دخلت. ولعن الله عمر قاتلها. نعم. ولعن عمر وأبو بكر وزاد الحسالة والزبالة كلهم. نعم نريدك يوميا تتصل وتلعن بهاي القوة. يحفظك الله أبو رضا وأبو رايح حبيبي. الله يحفظك. لا تنسوا دعواتكم. يخليكم لنا يا احنا أبو سامر ما عرفنا. راية. استغفر الله احنا خدامكم. الله يسلمك رحم الله. لا والله احنا دا نتعلم منكم. تحياتنا للشيخ ياسر الحبيب. أبو سامر والنعم منكم. من نعم منكم. بس ما قلت لنا من يا مكان انتوا أبو سامر. بغداد. والله من يما من الكرادة. من الكرادة. والنعم من الكرادة وأهلها. يسلمك. نعم. الله خادمكم. سجل له دعاء طلب دعاء ان شاء الله. ان شاء الله حياكم الله. اهلا وسهلا يا ابو سامر. يدعو لك سماحه الشيخ. يحفظكم الله. يحفظكم ان شاء الله. نسجلك بالدعاء يا ابو سامر. استغفر الله. استغفر الله. على راسنا تاج. استغفر الله ربي واتوب لك. احنا خدامكم. نعم اخي المخرج من عدي. نرجع الى البصره اليوم ما شاء الله البصره هادين علينا. رقيه سلام عليكم. عم رقيه. وعليكم السلام. حياك الله عم رقية. شلونك؟ ما شاء الله رقية الحبابة. يلا رقية التحية ما انتش الرافضية. لك عمو برضا. ها عمو. وعليكم السلام. زينين الحمد لله. ابو حجة برضا زين. انا زين. ما دام انت دا تتصلين يلا بسرعة. وعثمان. ايه. وعائشة. اللهم ارحمهم جميعا. احسنتم جميعا. يلا انت حتى تخلص جميعا. زين عافيه بالحبابه. جاهزه لسؤالك واحد يمي تساعدك؟ جاهزه. يلا زين السؤال. يا رقيه يا عمو من يساعدك ماما لو بابا؟ بابا. قولي له البابا يقول عمو هو دا يسمعني. من هو مؤلف كتاب بحار الأنوار؟ ها رقية. ها عمو سمعت السؤال؟ عد السؤال. من هو مؤلف كتاب بحار الأنوار؟ محمد باقر المجلسي. اي بابا دا يقولك صح. عيديها. عيديها صحيح قلتي. محمد الباقر المجلسي. العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي. إجابتك صحيحة وانتي شاطرة وما شاء الله تتعلمين من بابا هذه الدروس الرافضية وتلعنين أعداء محمد وآل محمد. شكرا يا عمو. جزيلا يا عمو لاتصالك يا رقية الحبابة. نعم أخي المخرج من عندنا. علي صلاح من محافظة البصرة. سلام عليكم علي. عليكم السلام. حياك الله علي. شونك؟ عدينا شونك بابا. الله يحفظك. هاي أول مرة تتصل بينا علي ها؟ اي أول مرة. خير إن شاء الله. أهلا أخ علي تفضل. احنا نريد التحية الرافضية منك. اللهم على أبو عمر. اي اللهم على عمر وأبو بكر. اي وحطة وعايشة. اي يلا تول مرة تتصل ما يخالف الباقين طيح لك ياهم هالمرة. منطيح واحد من الملاعين. جاهز للسؤال علي؟ جاهز وياك حج. اي يا ابو الاخ علي صلاح السؤال. لا. يقول البارحة تابعت محاضرة سماحة الشيخ بالليل؟
امس لا ما تابعتكم، اليوم تابعت. طيب يعني اليوم تابعتها شفتها للنهاية؟ انت شايف البرنامج يقصد؟ لا شفت البرنامج انا. ها جيد جيد جيد. يقول السؤال، نعم يقول السؤال: من الأئمة الأطهار عليهم السلام ضمن الغزالة التي أرضعت صغارها ورجعت، فمن هو؟ عيد السؤال بالله. من الأئمة المعصومين الأطهار عليهم السلام ضمن الغزالة حتى ذهبت وأرضعت صغارها ورجعت، من هو؟ إمام الرضا. أحسنت. منو قال لك؟ منو قال لك علي؟ الوالد. الوالد الوالد. زين أنت لازم هم تعرف مو بس الوالد. نعم سلمنا على إجابة صحيحة على الوالد. وسلمنا على الوالد وسلمنا على أهل البصرة كلهم. هذا السيد الجليل سلمنا عليه، سيد صلاح. نعم دخلت ويانا بالقرعة يا علي. عندنا الأخ أبو مختار من محافظة الأهواز. السلام عليكم يا أبو مختار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم، سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأم الحكم ومن غيرهم إلى يوم الدين. إلهي أمين. أحسنت يا أبو مختار. جاهز للسؤال؟ إن شاء الله جاهزين للسؤال إن شاء الله. يا أبو مختار، يقول أحد لا. الأئمة عليهم السلام: من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر، من الذي قال هذا؟ الإمام جعفر الصادق. أحسنت. الله عليه. أحسنت. الإجابة صحيحة. يقول: من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. يطلع لي الآن أسد قصير وهذا الشيخ اللبناني الثاني. أحسنت يا أبو يطلع مختار. دخلت أنا بالقرآن. ويقول: إحنا من كفر أبو بكر وعمر صحيح هم آذوا الزهراء، ولكنه إحنا من أذيهم من كفرهم وخوش ناس، لعنة الله عليكم. الإمام الصادق يقول: من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. أبو بكر وعمر أعداء أهل البيت لو لا؟ إذا تشك شك فقط شك، الإمام يقول أنه مو أعداء أهل البيت فأنت كافر. مو أنا أقول، مو من جيبي، هذا الإمام المعصوم اللي حج عليك وعلي وعلى خلفوك، اجت تجي تبري ابو بكر وعمر؟ الله يحشرك. نعم وياهم اذا ما تتبرى من قولتك هذه. نعم. اللي تظلل بيها هؤلاء الناس الفقراء الاجيال اللي تسمعك وممكن تظل، ولكن ان شاء الله ما حد راح يظل، لانه عصر انترنت عصر علم، والشباب ان شاء الله واعي ويتابعون كل مكان ويتابعونه ان شاء الله. نصحح كل فساد بالعقيده الدسو وهذا السم. نعم نصححه ان شاء الله. شكرا. شكرا حجينا على مداخلتك. ولايه علي من محافظه ميسان، سلام عليكم ولايه. وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عمر وأبا بكر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومعاوية. أحسنتم يا ولاية. جاهزة للسؤال؟ جاهزة. عمو سؤال سهل. عمو الباء حطيناك سؤال سهل كان. أنت رافضية، ماكو شيء صعب عليكم. زين يقول السؤال يا عمو ولاية، ولاية علي، سلام الله عليك يا أبا الحسن يا علي، تحفظ هذه البنية وكل الرافضة بحق محمد وآل محمد. يقول السؤال زين، هذا هماتين لأن أنت بالنجف وتردين سؤال سهل: لماذا يقال للإمام علي عليه السلام وما قالوا الغيرة أبدا؟ سبحان الله، هذا البطل الفاروق الصديق، مو هذول باقوهن أبو بكر وعمر، سرقوا هاي الألقاب وخلوهن إلى ألقاب أمير المؤمنين علي عليه السلام. لماذا يقال للإمام علي عليه السلام
داح الباب وكرم الله وجهه. لأنه لم يسجد لصنم قط. أحسنتي، إجابة صحيحة، لأنه لم يسجد لصنم قط. نعم، إجابة يا صحيحة. يا دخلت ويانا بالقرعة وشكرا لاتصالك. نعم، إن شاء الله انتظرين نهاية الحلقة. عندنا الأخت ميعاد علي من محافظة الناصرية. السلام عليكم ميعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بسم الله حياتي. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل جهم ولعن عداهم، لا سيما أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وحفصة وأم الحكم وسائر أعداء أهل البيت عليهم السلام. جاهزة للسؤال يا أخت ميعاد؟ نعم. نعم. أختنا ميعاد من الناصرية، سلام عليكم. وعليكم السلام. يقول حكم يزيد لعنة الله عليه ابن معاوية على أبوها من اللعنة 3 سنين، وفي كل سنة ارتكب جريمة عظيمة، فما هي تلك الجرائم؟ أول سنة إمام الحسين عليه السلام. أول سنة قتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. نعم، رمي الكعبة رمي الكعبة بالمنجنيق. أنت والسنة الثانية أحرق الكعبة بالمنجنيق. نعم، والثالثة واستباح المدينة. نعم، والسنة الثالثة حدثت واقعة الحرة واستباح المدينة المنورة لعنة الله عليه. نعم، حتى كان في المدينة استباحة اللي من بعدها، من بعد الاستباحة كل رجل يخطبون بنته. نعم، يقول له ما أضمن لكم إنها بنت. لعنة الله عليهم، اعتدوا على كل النساء والبنات. نعم، فما يضمن أي أب أنه بنت بقت بنت. لعنة الله عليهم وعلى بني نعم. أمية قاتلين منتهكين. شكرا جزيلا للاتصال وإجابتك دقيقة يا ميعاد من الناصرية. ونروح للبصرة. مريم علي من البصرة، سلام عليكم. عليكم بو أهل البصرة. ما أدري أنت ذكرتهم اليوم بداية البرنامج. ذكرناهم، جريمة صايرة بمدينتهم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. عمو مريم، اللهم لعن عائشة وعمر وعثمان وحفصة، اللهم لعنهم جميعا. أحسنتم يا مريم، جاهزة للسؤال؟ عم تفضل. مريم وين واصلة بالدراسة عمو؟ أنا واصلة المتوسطة. متوسطة يا صف أول ثاني ثالث؟ صف الثاني، يعني لازم تكونين شاطرة. رجل نصراني أسلم في آخر حياته واستشهد مع الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء، فمن هو؟ ممكن تعيد السؤال؟ رجل نصراني أسلم في آخر حياته واستشهد مع الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء، فمن هو؟ سهلة يا مريم. لحظة خليني أفكر بالسؤال. فكري زين. نصراني كان وأسلم وقاتل مع الإمام الحسين واستشهد. وهب؟ نعم، ذكري اسمه الكامل. وهب ابن منو؟ وهب الكلابي. أحسنتي، وهب ابن حباب الكلابي. إجابتك صحيحة. نعم، ورافضية حسينية. شكرا جزيلا. ما شاء الله عليك على اتصالك وعلى مشاركتك. عندنا نور جاسم من محافظة البصرة. نور جاسم، سلام عليكم يا نور. عليكم السلام. حياكم السلام الله. نور جاسم مو ربحتي ويانا انت؟ لا، نور هيثم اللي ربحت ويانا. نور هيثم. نور تفضلي.
اللهم لعن عمر، واللهم لعن ابو بكر وعائشه وحفصه وعثمان، اللهم لعن قتله امير المؤمنين جميعا. الصوت كلش ضعيف عمو نور. الاستاذ المخرج اذا تصعد لنا صوت الاستوديو. نعم جاهزين للسؤال لاختنا نور؟ اي اي جاهز عمو، اذا امكن شوي صعد يحسك، انا ما دا اسمع شيء. يا علي قولي يا علي. الو نور. الو الو جاي اسمعكم. انا صوت بعيد حجي، انا اسمعها واضح مو مشكله. يعني اذا جاوبت انت راح تقول لي جاوبت. علي شويه صوتك عمو. اخي المخرج اذا تسمعنا شويه خلينا الصوت اعلى. صوت الاستوديو كلش واطي استاذ، عند الماكسيمم يعني ما يقدر يسوي شيء بعد. طيب اذا راح تسمعين السؤال بلا خلينا نشوف تسمعين، راح يتكلم وياك الحجي. ايه السؤال اسمع. تقول اسمع. تسمع بس انا ما دا اسمع. سمو قالت لك اسمع، انا ما دا اسمع. نعم. طيب منطقه تبعد عن المدينه المنوره 4 إلى 6 أميال وهي محلة اليهود، سكن فيها عمر لعنه الله، ما اسم هذه المنطقة؟ نور سمعت السؤال ها؟ اي سمعت السؤال. منطقة تبعد عن المدينة المنورة 4 إلى 6 أميال وهي محلة اليهود، سكن فيها عمر لعنه الله، فما اسم هذه المنطقة؟ طيبة؟ منطقة طيبة؟ لا هي المدينة طيبة، أرض طيبة. ذكرها الشيخ الحبيب العام لما كان وأثبت أن الدين البكري وعمر يهوديان، عمر يهودي والدين البكري كل أخذوا من اليهود ومن كعب الأحبار. من كعب الأحبار نعم أحسنتم، كان يتلقى المحاضرات رحمة الله عليه. نعم يا نور عندك إجابة ولا ما عندك؟ لا ما جاي عفوا. طيب إذن شكرا لك وراح تسمعين الإجابة الصح من المتصلين الآخرين. من عندنا؟ مريم هيثم من محافظة البصرة، سلام عليكم. سلام عليكم عمو مريم. عليكم السلام. أهلا وسهلا وعليكم السلام، تفضلي. إيه أختها فازت ويانا. إي هاي اسمها نور هيثم اللي فازت. مو أختك فازت ويانا؟ اللهم صل على. نعم يلا نعم. جيد تفضلي يلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الأطهار، اللهم على أبو بكر وعائشة وحفص وعمر وهند آكلة الأكباد وأم الحكم، اللهم عنهم جميعا. عفية أحسنتم. عفية يلا نور سمعتي السؤال اللي انطيناه اللي العفاف مو لو المريم المريم نور نور لا انطينا المريم ذيك الساعة هسه نور الآن مريم لو نور اسمها لا مريم لا مريم هسه مريم مريم انطينا السؤال مريم. اي نعم مريم العفو عمو شنو الجواب شو اسمها المنطقة انت سمعت السؤال غير السؤال هذا السؤال محوري نعم نعم هذا السؤال محوري اللي نسأله وما يعرفه ننطيه سؤال ثاني طيب هسه سألناك ما عرفتي ما تعرفين ما أعرفه طيب من هو القائل لا يكون الرجل سنيا حتى يبغض علي عليه السلام مريم يلا عمو مريم هسه عمو بس لحظة يلا يقول فد واحد لعنة الله عليه يقول لا يكون الرجل سني حتى يبغض علي يبغضه يعني ما يحبه يعني يضوج منه يعني يحاربه يعني يكون عدو إلى ابن تيمية لا ها
ها عمو مريم عندنا اتصال لاخ من وراك، قولي منو؟ اذا ما عرفت الجواب حنبل؟ منو؟ احمد ابن حنبل. احسنتي، احمد ابن حنبل لعنه الله عليه. منو غششك؟ منو علمك؟ مو غششها، منو ساعدها؟ نعم. اي بابا قال ليك لو ماما. اذا شكرا جزيلا للاتصال. شكرا يا مريم. منو وناخذ مريم صلاح من البصره. سلام عليكم مريم. وعليكم السلام. تفضلوا مريم. اللهم انا على عائشه اي وعمر وعثمان، اللهم انعمهم جميعا. احسنتم. جاهزه للسؤال؟ نعم. مريم صلاح اليوم ما شاء الله البصرة وهواي مريمات أكو. نعم الله يخليهن إن شاء الله كلهن. مريم تردين سؤال سهل لو صعوب؟ سهل. زين أبوك يمك يساعديك؟ نعم عمتي. عمتك إيه ما شاء الله. إذن راح ننطيش سؤال لا سهل ولا صعوب، متوسط. يقول أحد الطغاة، فد واحد طاغية قطع رأس أحد الأنبياء عليه السلام وقدمه هدية إلى بغية وهي معشوقته، فمن هو النبي الشهيد؟ يحيى ابن زكريا. شنو هاي ما شاء الله، السؤال مو سهل وبسرعة جاوبته. إذن إجابة صحيحة، لعنة الله على قاتلي يحيى بن زكريا. نعم شكرا للإجابة. نعم. والمشاركة. نعم عدنا عبد الله خالد من ميسان. سلام عليكم عبد الله. وعليكم السلام. شلونك عبد الله؟ يا هلا بعبد الله. عبد الله يلا وين التحية الرافضية؟ الحمد لله احنا بخير زينين من نسمع صوتك الحلو يا عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على عمر وبكر وعثمان وعائشه وعفصه وام الحكم. عفيه. اهم شيء عفصه. اي عافيه حباب. زين حفظتهم اليوم ها. عبد الله ها البارحه تابعتوا البرنامج مال سماحة الشيخ بالليل؟ لا طافي الكهرباء. طافي الكهرباء، هاي الحكومة مالتكم التعبانة. زين يقول السؤال يا عمو، من يساعدك انت يمك؟ ماما. زين يقول السؤال عندما سأل اللعين ابن مرجانة السيدة زينب عليها السلام قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين عليه السلام؟ شنو قالت للسيدة زينب؟ أمو عيد السؤال. اللعين ابن مرجانة قال للسيدة زينب عليها السلام كيف رأيت جميلة. نعم ما رأيت إلا جميلة. ما شاء الله إجابتك صحيحة، قالت له السيدة زينب عليها السلام ما رأيت إلا جميلة. نعم إجابة صحيحة. شكرا. نعم شكرا جزيلا لك يا عبد الله من ميسان. ومن ميسان نروح للدوانية حجينا، عندنا حسين ليث من الدوانية. سلام عليكم حسين. عليكم السلام. شلونك ابو علي؟ اللهم لعن ابو بكر وعمر وعائشة وعثمان وحفصة ومعاوية. نعم حسين هاي اول مرة تتصل بينا؟ نعم حسين تبي اصف؟ سادس. زين اذا قريتوا بالكتب مالتكم ترضي على عمر، شو تقول للمعلمه انت؟ اللهم لعن عمر
عافيه عافيه عافيه. واذا تكلمت وياك المعلمه قال لها انا مالي غير صوت العتره قالوا لي خوش. لا خلي يقول الزهراء قال لك ما خالف احنا صوت العتره من نهاج ياسر الحبيب قال لهم هذا النهج الرافضي الزهراء. نعم. سلام الله عليها علمتنا علمت الدنيا كلها ان ترفض الله. الباطل واول الباطل اللي رفضته ابو بكر وعمر. نعم احسنت يا ليث يا حسين حبيبي. جاهز للسؤال؟ نعم تفضل. نعم يا عمو حسين طبعا حجينا انت من باب الجسم بصراحه جيد جدا انه يتابع صوت العتره وقناه فدك، ولكن اللي يكون نهج الرافضه وخصوصا الاولاد الصغار انه الزهراء سلام الله عليها. نعم هي من لعنت وتبرأت. منو اللي احيا هذا التراث؟ نعم منو اللي نعم. احيا مولانا يعني احنا بصراحه لو ما قناه صوت العتره ما كنا نسمع الان الان هذا الزغير. نعم. راح يقول لها بصراحه الذي احيا هذا التراث. لا راح يقول لها بصراحه حتى يلجم الاخرين على افواههم او على حلوقهم حجي، لان كثيرين يقول لك هذول خلفاء شلون تلعنهم، فتقول له منو علمك؟ يقول انا تعلمت من الزهراء. حسين شو يقول؟ من الزهراء علمتني الزهراء هي تلعنهم. فهذا يكون الطريق اللي يسكت به الامه، الكل تحب الزهراء، واللي ما يحب الزهراء الى جهنم وبئس المصير. شو تقول حسين؟ منو علمك؟ نعم عمي سوت ثوره بالمدرسه على عمر وابو بكر. عفيه عفيه مسوي ثوره طلع. عفيه ما شاء الله. الاول انا ابو بكر حتى المدير اجى اخذني. لا هذه طردني. لا خلوه اللي إيه؟ احنا نطرده اذا طرد. وش قال لك؟ وش قال لك المدير؟ قال لي لا ما تترضى على ابو بكر إيه؟ تنطرد من المدرسه. وانت ترضيت؟ قلت انا ما بحاول المدرسه. ما شاء الله عافية. انت رافضي قل له انا رافضي ما ترضى على هالملاعين. عافيه والنعم والنعم والنعم. يلا ابو عليو الله يحفظك يا جاهز للسؤال يا ابو علي. نعم يقول هذا السؤال لك يا حسين لانك انت ما شاء الله من الخط الثاني. يقول السؤال من محاضرة سماحة الشيخ الحبيب البارحة، يقول من تختار المن تختار الواقع الواقع امتداد للتاريخ، فهناك خط المواجهة الذي هو امتداد لخط علي بن أبي طالب عليه السلام، خط مواجهة ورفض، وهناك امتداد لخط أبي مسعود البدري وامتداد لخط معاوية، فمن تختار المن تختار يا حسين؟ خط المواجهة. يعني خط المواجهة خط منو؟ خط علي. أحسنت خط الإمام علي عليه السلام. نعم يا حسين. مو خط أبي مسعود البدري اللي يقول نعم أصدقائنا وصلح ونقعد سوية وناكل ونشرب ونحجز فنادق سوية وكله هبيط وعزائم سوية وبعدين من يرجعون واحد يقتل الآخر. نعم. لا خط المواجهة خط الأمير علي عليه السلام. شكرا يا شكرا يا أبو علي يا مواجه. نعم بطل والله واجههم. نعم نعم انا حسيت بعد وانا منطيت هذا السؤال لان هو نعم. مواجهه راسا قال نعم, نعم. اختار خط المواجهه. نعم والنعم من عندنا اخي سيد هادي من محافظه النجف الاشرف. سلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. يا هلا بيك حياك الله. سيد هادي. نعم يلا تفضل عمو احكي. اللهم لعن ابا بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه وعثمان وكل قتله اهل البيت وظالميهم. احسنت يا سيد هادي. سيد هادي جاهز للسؤال؟ سيد جاهز. يلا سيد هادي انت اصلك من اليمن صحيح؟ نعم. اهلا وسهلا فيك ايها السيد. هذا صديقنا مال العام. اي نعم. نعم والده صديقنا ايضا رافضي اصيل الله يحفظه. طيب يقول يا سيد هادي السؤال
أما أنا لحزنك أن ينقضي سيدي، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، فمن الذي قال للإمام السجاد عليه السلام حينما رآه يكثر البكاء على ما جرى بكربلاء؟ نعم، كان أحد الأصحاب الأخيار قال للإمام زين العابدين عليه السلام: أما أنا لحزنك أن ينقضي سيدي، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. نعم نعم، حبيب بن مظاهر. لا لا، حبيب بن مظاهر استشهد بكربلاء وما بقى بزمن الإمام السجاد عليه السلام. نعم، السيدة زينب. ولا، رجل هو من الصحابة الأجلاء. انقطع الخط، يبدو أن الشبكة غير واضحة عندهم. زين زين، خلونا ناخذ سيد هادي مروة خالد من بلد المقدسة. سلام عليكم يا مروة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، لعنة يستغيث منها أهل النار. إلهي آمين. جاهزة للسؤال؟ جاهزة. عمو مريم، السؤال المحوري إذا ما جاوبتي عليه ننتقل للسؤال الثاني، فالمحوري اللي ما يجاوب عليه المتصل اللي وراه يجاوب عليه. سألنا يقول: منطقة تبعد عن المدينة 4 إلى 6 أميال وهي محلة اليهود، سكن فيها عمر لعنه الله، ما اسم هذه المنطقة؟ ما أعرفها. ما تعرفيها، راح تعرفيها من المتصل البعدك. ولكن السؤال الثاني: أما أنا لحزنك أن ينقضي سيدي، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، من الذي قال للإمام السجاد عليه السلام حينما رآه يكثر البكاء على ما جرى بكربلاء؟ منو قال له؟ مختار الثقفي. منو؟ المختار الثقفي. لا لا، راح أقرب لك شوية السؤال أو الجواب. هو نعم ينقل عنه أحد الأدعية باسمه. همين بن زياد. لا، إجابة أخيرة بعد. حمزة الثمالي. إيه أحسنتي، الإجابة صحيحة، أبو حمزة الثمالي. نعم. شكرا إليك، إجابة صحيحة. شكرا جزيلا يا أهل بلد. ومن بلد وين نروح هسه المخرج؟ سلام الله عليك يا زين العابدين. من بلد إلى بغداد، ومعنا علياء غزوان من بغداد. سلام عليكم. البارحة ما سمعناه يمكن. علياء علياء، سلام عليكم عمو. يا علياء وينك يا بنت غزوان، حج غزوان اللي فازت ويانا اختها. السلام عليكم عمو. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وجميع أعداء أهل بيت رسول الله. أحسنتي. أحسنتم يا علياء. جاهزة للسؤال؟ إن شاء الله أهل بيت رسول الله. زين يا عمو علياء، جاهزة مو؟ نعم. أي عمو. طيب، السؤال: منطقة تبعد عن المدينة المنورة 4 إلى 6 أميال وهي محلة اليهود، وسكن فيها عمر لعنه الله، ما اسم هذه المنطقة؟ العوالي. ما شاء الله، أبوك هواية شاطر، وانت يا مطالعة شاطر على أبوك. يتابعون يتابعون ايه صوت العترة. ايه ما شاء الله. نعم. العوالي اسم المنطقة. نعم، إجابة صحيحة، عوالي. وعلياء جابت على العوالي. نعم علياء، دخلت ويانا بالقرعة حقيقة. هاي الأسماء حجينا والتاريخ اللي مدفون
نعم. بصراحة اليوم اتصل بي أحد الأخوة يقول يعني بصراحة أبدا ما سامعين هذا الشيء. أكيد يعني هاي منطقة العوالي وغيرها وغيرها، وحتى هذا اللي البدري البارحة اللي الشيخ تكلم عنه. نعم أبي مسعود البدري، الشيخ يغوص بالكتب. نعم. ويتعب. نعم يخرج التاريخ الصحيح لأعداء أهل البيت يفضحهم، ولأتباع أهل البيت ويمجدهم ويعليهم. هم طبعا أماجد وعالين، ولكن بعضهم مظلومين حقيقة. الشيعة هم يظلموهم بعضهم حجينا. الحمد لله احنا هذا النهج يرفع الظلام عن أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وأصحابهم. نعم حجي. نعم حجينا من بغداد إلى الدوانية. نرجع إلى فاطمة ليث. السلام عليكم فاطمة. فاطمة ليث وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وأمي وأم الحجر من أبد الأبدين آمين رب العالمين. ما شاء الله كيفك عليك كيفك. الله قد عمرك عمو فاطمة؟ ثمانية. ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله. جاهزة للسؤال؟ إيه يلا. يا فاطمة يا بنت ليث، أبوك يساعدك يمك لو منو يساعدك؟ نعم هي أختي حسين اللي اشترك وياه قبل شوية. منو؟ بابا وماما. بابا وماما. الله يخليهم. حسين مو يمك حسين الرافضي؟ زين يا بيته؟ يا فاطمة البارحة تابعت الورقة البحثية مال سماحة الشيخ الحبيب؟ لا مو حتى أسألكم من اللي تشيع بآخر الحلقة البارحة؟ ما شاء الله كل يوم يشيعون وجبة، البارحة لحقنا ناخذ بس متشيع واحد، ما تعرفون من هو؟ ما لحقتوا. زين السؤال، من القال من القائل من الأئمة عليهم السلام نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة عليها السلام حجة الله علينا؟ من القال؟ إمام الصادق. لا يلا عندك بعد خيار. يلا عم قرب للسؤال. أقرب الكيا بعد عندك جوابين. أحد الأئمة عليهم السلام هو مو من الصادق، من الصادق فما أعلى، يقول نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة عليها السلام حجة الله علينا. من هذا الإمام عليه السلام؟ الإمام الرضا؟ لا وهاي آخر إجابة بسرعة. يلا يا إمام الحجة. لا أيضا وليس الإمام الحجة. راح تسمعين الجواب من المتصل اللي بعدك. نعم شكرا يا فاطمة. من الدوانية نذهب إلى الأهواز ويانا أبو علي من الأهواز. سلام عليكم أبو علي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأعمام الحجاز. يا هلا أبو علي. بسم الله الرحمن الرحيم. من مدينة الرافضة علي بن مهزيار الأهوازي رضوان الله تعالى عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانع على أعدائهم لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأم الحكم ومعاوية ويزيد والطلحة والزبير وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أنا أريد أقول عمي براعد أيد أمانة أيد أعطيك إياها توصلها لسماحة الشيخ، وهاي الأمانة برزقتك كون توصلها لسماحة الشيخ. يا صاحب يعني خدم أيدك بالمحاضرة تقل لأبا علي من الأهواز استصر علي وراد هاي الأمانة وصلها إليك. خادم الله يسلمك. أيدك تقل لسماحة الشيخ يسوينا فيد محاضرة، احنا نريد نتعلم عنده، نريد منه إرشادات إرشادات إلى شعب الأهواز. حقيقة إحنا ماي ما عندنا عمي، الجماعة قطعوا علينا الماي ما عارف شو نسوي، إحنا نريد منه إرشادات شو نسوي عنا إحنا والله بالأهواز. ما يخلونا نزرع، ماي ماكو، البيوت ما يوصل ماي إلهن. إحنا نريد فيد محاضرة من سماحة الشيخ حتى ونص ساعة
الساعة محاضرة هاي الضرب وقفتك يا العم براعي. نعم أقول له بخدمتك. نعم تدلل يا أبو علي تدلل. الله يسلمك. وهذا الشخص اللي تشيع تعال اللي أنا ضحك بيت المحاضرة. إيه إيه شو اسمه؟ هذا هو من أمريكا بس أنا حتى نسيت اسمه. هو هذا ما يضر مخ بالحقل بس من أمريكا كان. إيه هم كان هو سوري يعني باللهجة ما كان سوري هو الشخص. زين زين يعني هو هسه انت قلت من امريكا لان انت متابع وسهران وتعبان. هو صح من امريكا وجابتك صحيحه واسمه هادي. اسمه هادي. احسن زين. واخلك بالسعاده العام كان هم واحد المحاضرات اسمه الشيخ يقول واحد كان بزمان ذاك الزمان علي شاه. نعم من وقت الغناء ودى سوى فيد بالنجف أشرف فيد مؤتمر. هذا المؤتمر يعني اتحاد بين الشيعة والسنة. وودى ذاك اللي كان علي شاه ودى واحد من الشيعة يصلي بالمكة. صح. وكان هميت من نصر الله نصر الله الحائري فقتلوه لغا بالمكة وقتلوه. أنا كتبت المحاضرة كاملة لأن استماع. صحيح صحيح ما شاء الله. مو بس سامع هالمحاضرة حافظها على الغيب ما شاء الله. إذن اليوم الله ندعي له وانت تدعي له للأخ هادي من أمريكا المتشيع وهنيئا له. وإن شاء الله اليوم تصلي له ركعتين قربة إلى الله تعالى تهديهن لثواب أمواته إن شاء الله. شكرا. نعم لك يا أبو علي والنعم منك. شكرا جزيلا لاتصالك يا أبو علي من الأهواز. ومن الأهواز نرجع إن شاء الله إلى مدينة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. يا الله. مروة حميد من كربلاء المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أختنا مروة. عن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. أحسنتم. جاهزين للسؤال؟ نعم إن شاء الله. يا عمو مروة. مروة حميد من كربلاء سألنا السؤال وراح يكون محوري. اللي ما تجاوبين نعطيك سؤال ثاني حتى يبقى هذا السؤال. يا أهل يتصل أول شيء نسأل هذا السؤال. من القائل من الأئمة عليهم السلام نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة عليها السلام حجة الله علينا؟ الإمام العسكري عليه السلام. أحسنتي. إجابة صحيحة ما شاء الله. إجابة صحيحة. الإمام الحسن العسكري عليه السلام. شكرا إليك يا مروة. دخلت ويانا بالقرعة وانتظرينا نهاية الحلقة حتى إن شاء الله تشوفين منو الفائز ويانا. نعم أخي المخرج. مريم من محافظة النجف الأشرف. سلام عليكم يا مريم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. حياكم الله مريم. هاي أول مرة تتصلين بينا؟ ثالث مرة. ما شاء الله ما شاء الله. ثالث مرة. نعم بالخير. الله يحفظكم. جاهزة للسؤال إن شاء الله؟ إن شاء الله. نعم. أخت مريم أنتوا تدرسون حوزة مو صحيح؟ يعني لا عندي معلومات ما مو دراسة يعني مو دراسة. زين. إذن يقول السؤال من هو الصحابي الجليل الذي كان من المتألهين في الجاهلية ولم يكن مشركا؟ متألهين هذا نجع للسؤال محوري. إذا ما تعرفيه حتى ننطي سؤال ثاني. فالسؤال المحوري المرأة سجاح. ها المرأة سجاح السامري. العفو. من هو الصحابي الجليل الذي كان من المتألهين في الجاهلية ولم يكن مشركا؟ ما عندي معلومة. زين. فهذا لكل المتصلين السؤال اللي يتصل هذا يكون السؤال الأول إليه اللي يعرف حتى يجاوبه. السؤال إليك يا أختنا مريم يقول من هو مؤلف كتاب الكافي؟ الكافي
هذا انطيت السؤال حجي؟ لا جاوبوا تعليق. لا بحار الأنوار. لا ذاك بحار الأنوار أخي المخرج. نعم. من هو مؤلف كتاب الكافي الشريف؟ أعطيها سؤال من يمين جاب على بالي ما أعرف. زين من هو مؤلف كتاب الفاحشة؟ لا خو احنا عندنا هذا. عندك هذا السؤال؟ زين أختنا عاد تسمعين الإجابة من الآخر إن شاء الله. شكرا. نعم عليك. أسراء خالد من بلد المقدسة، السلام عليكم أسراء. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم على أبو بكر وعائشة وآل الزبير وعائشة. نعم يا عمو أسراء. وعائشة العابة. عافية بالحبابة. زين أسراء تدرين السؤال اللي قلنا عليه، من هو الصحابي الجليل الذي كان من المتألهين في الجاهلية ولم يكن مشركا، من هو؟ ما أعرفه. ما تعرفيه؟ زين من هو مؤلف كتاب الكافي؟ الكعفمي. لا لا لا. من هو مؤلف كتاب الكافي؟ غير أكو. منو؟ أكو. هنا سؤال محوري، سؤال الصحابي من هو اللي كان من المتأهل. نعم مو بس أنا وحدي، أنا بس أنا وحدي، ما حد يساعدني. ما حد يمك يساعدك؟ ايه ما حد يمي يساعدك. يا عمو يا عمو هن ذني سؤالين بعد، شلون شنو نقول لك؟ زين قد عمرك عمو أسراء؟ ايه شنو؟ ها أسراء تعرفين الجواب؟ شنو السؤال؟ من هو مؤلف كتاب الكافي؟ كافي بس شوية لمح لي. شنو لمح لي؟ شنو أقول لك؟ يعني يعطيك اسم المؤلف؟ سؤال بصر على عيوش يسألني. تدعي على عيوش سؤال. على عيوشة يعني صدق انت بين وحدك وعلى عيوشة. خلصنا على عيوشة يعني شنو نقول؟ نقول من ركبة الجمل ستقولين عائشة. زين زين يا عمو يا أسراء احنا مو هالشكل يصير بها مساعدات هواية وما يصير يعني نظلم الآخرين اللي ما جاوبوا وما ساعدنا. ايه مرة ثانية ان شاء الله تكونين ويانا في الاتصال وكون واحد يمك. لا خليني اسأل هذا السؤال حجي لانه صغيرة. متصلين حجي كيفك؟ على الارضي كمان مهم. منتظرين خطية. يا الله. ام حسين من الديوانية، سلام عليكم ام حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله ام حسين اختنا. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم إلى أبد الآبدين. ما شاء الله ما شاء الله. رافضية جاهزة للسؤال أختنا أم حسين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أم حسين منو من الصحابة صحابي جي كان من المتألهين في الجاهلية ولم يكن مشركا، من هو؟ طبعا هو صحابي الجليل ابو ذر الغفار رضوان الله عليه. ما شاء الله عليك رضوان الله عليه وما شاء الله عليك. شكرا الله اجابه صحيحه يا اخوه واخوات اللي سمعتوا الجواب مال الاخوت ام حسين. نعم. تقول الصحابي الجليل الذي كان من المتألهين في الجاهليه ولم يكن مشركا هو. نعم شكرا جزيلا. أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه. طبعا من أم حسين من الديوانية إن شاء الله نروح إلى كربلاء المقدسة وأبو حيدر من كربلاء المقدسة، سلام عليكم أخونا أبو حيدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي أبو رضا، أخوي براء، المحترمين. الله يعزك يا أبو حسين. وعليكم السلام الغزالي. ورحمة الله وبركاته. مشتاقين لك وصوتك هذا الشجي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم، لا سيما أبو بكر وعائشة وحفصة وعمر وعثمان ومعاوية وهند وأم الحكم. أخي أبو رائد المحترم، أخي أبو رائد المحترم، أما سؤالكم الجواب والعلامة الكليني. الكليني إجابة صحيحة، بس شو اسمه واسم أبوه؟ محمد ابن يعقوب الكليني. ما شاء الله، ما شاء الله. مؤلف كتاب الكافي يا شو اسمها ما جاوبت، زهراء وأسراء، مو أسراء، يا أسراء، محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه. شكرا. سجلها باسم جعفر، سجلها باسم جعفر المشاركة أخوي أبو رائد. اي نعم، سجلها الحج أبو رضا. هاي جعفوري باعتبار هو اللي جاوب، بس احنا ردنا نسمع الجعفر على مود شوية، نسمع اللعن ماله ورافضي برائي. هسه يلعن، ولكن انا ابشركم ان شاء الله الاسبوع الجاي نشد الجام الدرجة الاولى مع القاعة الشهيد يحيى ابن ام الطويل رضوان الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت يا ابو حيدر، وجزاك الله خير الجزاء، والله يزيدك ان شاء الله. الله يعني يحفظك. يعني والله والله اني مقصر ويا سماحه استغفر الله الزهراء وياكم انت خصوصا هيئه قدام قصر بمكة، حقيقه ما تبذلون للزهراء ولآل محمد كثير كثير، واحنا مقصرين، لازم نوقف وياكم وندعمكم حتى هذا خط آل محمد هذا الصوت يظهر ان شاء الله. نشيء العالم مع سماحه الشيخ ياسر الحبيب يا حسين يا ابا عبد الله، ان شاء الله اللي جايين احنا بفد مبلغ زين، ادعونا وياكم ان شاء الله نكمل المدرسه، نكمل كل المراحل اللي مع سماحه الشيخ ياسر وقدام المهدي. كفو منك. احسنت يا ابو حيدر، رحم الله والديك يا ابو حيدر. الله يزيدك ان شاء الله. الله يزيدك. والله رافض ابطال والنعم منك يا ابو حيدر. هذا جعفر وياك، هذا جعفر وياك. يا الله الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو صادق. اللهم على أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وجميع قتلة الإمام الحسين. ما شاء الله. أحسنت يا جعفر، أحسنت، وراح تدخلوا يانا بالقرعة لأنه الحجي أبو حيدر جاوب عنك، فإن شاء الله تكون من الفائزين، وانتم طبعا عائلة كلكم فوز وكلكم شرف. أيوة والله الله. يزيدكم إن شاء الله. أيوة والله يوفقكم دنيا وآخرة حبيبي. الله يسلمك على عم ابو راد حبيب قلبي. نعم. الله يسلمك يحفظك الحسين والعباس عليهم السلام. نعم نعم. من عندنا؟ شكرا لكم. شكرا اخوي ابو حيدر تاج الراس. زهراء حربي. زهراء زهراء منو؟ زهراء ويانا. زهراء حربي. جاي تسمعيني زهراء من التليفون، لا تسمعيني من التلفزيون. يا عمو زهراء، اكو متصلين هواي، ترى ينسد الخط احنا بعد غيره. اخر دقائق عندنا ترى، اذا ناخذ غير متصله. حسن الموسوي من البصره، سلام عليكم سيد حسن. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يلا التحية ماتك. اللهم على أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان وحفصة وأم الحكم وهند. أحسنت. عافية يا حسن. جاهز للسؤال حسن؟ نعم سيدنا، تسمع عمو؟ نعم نعم. طيب سيدنا، فد واحد سعى في إهانة القرآن الكريم واعتدى عليه بأنه كتب آياته بدمه النجس، فمن هو؟ عيد السؤال عمي. فد واحد أهان القرآن الكريم واعتدى على القرآن وكتب آيات القرآن بدمه النجس، فمن هو؟ على
حسن اسمعنا من التليفون. الطاغية يا صدام، الطاغية يا صدام، الطاغية يا صدام. أحسنت نعم. صدام نعم الطاغية المقبور الله يلعنه. نعم نعم هو اللي كتب. بختام اتصال حسن الموسوي، هو أنا عمدني سألت هذا السؤال حتى يدخل بالمسابقة. ما شاء الله بارك الله بيك. شكرا جزيلا. شكرا يا حسن. طبعا نشكر كل الأخوة والأخوات. إجابته حلوة قال نعم. الطاغية صدق. نعم أحسنت يا عمو. نشكر كل الأخوة والأخوات وأبنائنا اللي اتصلوا وشاركوا في البرنامج، وبصراحة لولا مشاركاتكم البرنامج ما له قيمة، وإحنا طبعا نتعلم وإياكم. فإن شاء الله هذه التحية الرافضية نريدها تدوم حتى بعد إن شاء الله ما يخلص شهر رمضان، إنه نرجع إلى برنامجنا الرئيسي مايكروفون العراق، ونطلب من الأخوة والأخوات نجدد دائما، نغذي الرافضة بالتحية الرافضية وأنتم اللي قلتوها باتصالاتكم. فإحنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، وكما عودناكم في كل نهاية حلقة نسحب قرعة بعد ما اليوم همزيوني جاي شوية ويانا حتى يسحب لنا إياها، يعني اليوم سبت ما عنده دوام فنجيبه. نعم يا الله بعد. اللهم صل على بعد فرهن فر أي أحسنت. نعم ما شاء الله اليوم البصرة خير من الله، خير من الله جدا. أكيد هسه اليوم هم بصرة هم مريم، لأن مريمات هواي وين ما تحط إيدك يجي هي. اسم مريم ردنا عندك شنو؟ تحية الرافضية. يلا صوت عالي زائدا باسم من اليوم. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. أحسن. اليوم قلنا باسم إبراهيم ابن النبوة، سلام الله على اليوم. إبراهيم عليه السلام. نعم. اللي والدته ماريا القبطية هذه المظلومة اللي ظلمتها أيضا عائشة اللعينة، لعن الله على عائشة، ما مخلية واحد ما ظالمتها هاي. يلا بابا اللعينة تفضل يا علي. أخبط شوية أخبط واسحب الدنة 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 أخبط شنو يعني خبطة اسمها إحنا نسميها بعد هي. يلا قول يا علي. يا علي قرأنا الاسم أبو علي من لهواز. ما شاء الله ما شاء الله أبو علي اليوم الفائز ويانا أبو مدينة شكون هو؟ ابن مهزيار. ابن مهزيار أبو علي اللي وصانا أمانة للشيخ الحبيب، نقول يريد حل، يريد محاضرة للشيخ عن الأهواز. نعم. أبو علي أنت فزت ويانا، وأنت دائما تقول أنا فايز حتى لو ما أجاوب على السؤال، لأن أطلع وألعن أعداء أهل البيت على الهواء مباشرة. طبعا وصلنا الى نهايه البرنامج، وشكرا لكافه. خلي ينطينا رقم ابو علي، ويا ريت تكتب لنا اسم الفائز يا اخي المخرج على الشاشه حتى يرجع يتصل بينا، وان شاء الله نسجل اسمه. والكل فائز ويانا، ما حد ويانا خاسر ان شاء الله، ولو بيدي وبيد الحجي ان شاء الله. هاي الاسماء اللي طبت بالقرعه اليوم كلها نفوزها، وفعلا هم كلهم فائزين. وشكرا جزيلا لاتصالكم، ولا تنسون من هنا من مسجد المحسن الشهيد من أرض فدك الصغرى، نستودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم إلى الملتقى في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. شكرا حجينا بارك الله.